هنعمل النهاردة صينية مكرونة بشاميل سهلة ومش معقدة خالص. أول حاجة في طاسة على النار هضيف معلقة زيت، بعد كده أنزل بنص كيلو لحمة مفرومة. أول لما اللحمة يبتدي لونها يتغير هنزل ببصلة كبيرة مفرومة، معلقة ثوم مفروم، وسيبهم يتشوحوا مع بعض. بعد كده هجيب كوباية عصير طماطم ومعلقتين صلصة، معلقة صغيرة سكر، وأسيبهم 10 دقايق مع بعض. لو مش بتحبي الطماطم تقدري تستغني عن الخطوة دي. بعد كده أضيف بقى ملح حسب الرغبة، ربع معلقة فلفل أبيض، ربع معلقة جوز الطيب، وربع معلقة قرفة. كده اللحمة بتاعتي بقت جاهزة. في حلة تانية على النار هضيف لتر حليب كامل عليه كيس خلطة البشاميل بتاعت ماجي، وافضل اقلبهم مع بعض لحد ما القوام يتقل معايا. كده البشاميل بتاعتي بقت جاهزة. هجيب صينية واحط فيها طبقة بشاميل، نص كمية المكرونة المسلوقة بتاعتي، كمية اللحمة المفرومة كلها كاملة، بعد كده اضيف بشاميل تاني وباقي كمية المكرونة، وبعد كده هنزل بباقي كمية البشاميل بتاعتي كلها، ومن على الوش هضيف ربع كوباية جبنة فارميزان على تشيدر، ادخلها فرن متسخن على 180 لمدة 10 دقايق و5 دقايق من فوق. هي كده بقت جاهزة معايا، طعمها تحفة.